كان نبيا أم إماما. حتى أنه قبل سنوات أحد العلماء يذكر يقول كنا في الطائرة قبل سنوات، بس ما أذكر لك مثلا قضية بعيدة قبل 700 سنة، لا قبل سنوات أحد العلماء يقول كنا في طائرة متوجهة نحو المدينة في موسم الحج، وإذا في أثناء الرحلة شفنا أن الطائرة اضطربت في الجو. تصورنا في البداية أن الطائرة تمر بمطبات هوائية وهذا شيء طبيعي، لكن بعدين شفنا لا، المضيفين اجوا وقالوا بأن الطائرة أصيبت بخلل فني ومن الممكن أن تتعرض للسقوط. فارتفعت أصوات الناس بالضجة، رجالا نساء، بكاء صراخ، وإذا بنا نشعر أن الطائرة بدأت تنزل بصورة غير طبيعية وهي في اضطراب شديد. يقول هذول الركاب هذول المؤمنين اللي كانوا في الطائرة قسم منهم قاموا من مكانهم بكل خوف بكل قلق، التفتوا إلي شافوني عالم ديني قاعد في الطائرة، قالوا لي ها شو نسوي، أدركنا علمنا شو نسوي. قلت لهم لكم شارة واحدة، صيحوا من الأعماق يا صاحب الزمان أدركنا. هاي الطريقة زيدون الله يخلصكم، صيحوا من الأعماق. فيقول صارت ضجة في الطائرة، الناس يصيحون يا صاحب الزمان أدركنا. بالله عليك تصور أن هذا الموقف من الممكن أنه إذا واحد بعيد عن الإيمان بعيد عن المذهب الحق ينظر إلى هذا الكلام مثلا من نوع من الاستهزاء، يعني شنو الطائرة تسقط، خلل فني صاير، هو الكابتن مثلا يعلن أن الطائرة الآن وضعها غير تمام وإحنا نشعر أن الطائرة تنزل بصورة غير طبيعية، شنو يا صاحب الزمان؟ إذاك إيمان ما عند المسكين. إذا واحد يشك في هالمعنى يقول بدأنا نصرخ جميعا يا صاحب الزمان أدركنا، خاصة تلك الحالة حالة القلق والاضطراب الموجودة عند الناس. يقول وإذا بنا نرى أن الطائرة تنزل بحيث نظرنا الأرض شفناها، يعني صارت قريبة من الأرض، والآن سوف تتحطم، الآن سوف تتمزق ونتمزق معها بالقرب من الأرض، وإذا بنا نراها قد استقرت وبدأت بالارتفاع. ارتفعت إلى أن عادت إلى الارتفاع الطبيعي الذي يجب أن تحلق فيه. بعدين لما وصلنا للمطار الكابتن أعلن، قال القضية غير طبيعية يا ناس، ترى القضية غير طبيعية، الطائرة كانت بحاجة إلى تغيير بعض أجزائها، يعني قطع غيار، الطائرة كان قد حدث فيها خلل، القضية غير طبيعية. إجوا نزلوا بعد ما استقرت الطائرة في المطار، إجوا وجعلوا يفتشون الطائرة شلون صار، مبين الخلل شلون. يدرون مثلا مثل ما الآن أنت تأخذ سيارتك للميكانيك مثلا، بمجرد ما تشغل السيارة الميكانيك يقول لك أنه هذا الصوت يدل على أن مثلا الراديتر خربان مثلا أقول، أو الكذا خربان مثلا، يقول هذا الكابتن يدري شنو خربان بالطائرة شغله هذا. فإجوا وجعلوا يحاولون أن ينظروا ماذا حدث في هذا التبدل المفاجئ. يقول هذا العالم، وإذا بنا نسمع، يعلن هذا الشخص، يقول بأن تلك القطع، يعني قطع الغيار التي كان قد أصابها الخلل والعطل، وهي كانت سبب في أن الطائرة فقدت توازنها وأشرفت على السقوط، يقول احنا نشوف بأن قطع الغيار قد استبدلت بقطع غيار جديدة في الطائرة. مما يدل على أن القضية ليس لها تفسير مادي أبدا، ليس لها تفسير مادي. قطع غيار، لا انت عندما تغير سيارتك قطع غيارها مبين تلمع تتلألأ جديدة.